الله على المكان. الله مكان يا اخوان روعة. تررن. روعة المكان شباب. بالنهار كثير متحمس له هذا المكان بالنهار. هذا هون كمان بومة بالنهار. هذا هو نفسه. هذا كمان ثاني ليفل 9. شو هاد ليفل 9 دايموند؟ ما تقول لي غير دايموند. ليفل 9 اصطدناه بس لحظة. هذا ليفل 9 بس كمان في ليفل 8. كأنه هذا البحيرة بس للبوما لو كيف؟ أنا نادى عليه بالله لأشوف راح يدير حاله علينا. لا مات. حاسس حالي خربت السكور. مات مات موت. مات مات. ليفل 3. لا لا ما راح اصادر، خاف خربت الزوم. ليفل 9. شوف هيك هيك. اها طب كيف سيلفر؟ يعني انا يعني انا ضاربه بسلاح جدا قوي من كلاس 5. ما بعرف، حاسس هلا لازم اجي اشيل غير سلاح غير هذا. ما بعرف ليفل 38.88. هو هيك هيك ما راح يكون دايموند بس خلينا نشوف. والله ليفل 8 ان شاء الله. ما بعرف، ان شاء الله ليفل 8 بيكون دايموند. حاسس اللعبة مقلوبة بالعكس. ما بعرف ايش عم بيصير فيها يا اخوان. والله الارمد لك يروح يهرب لسه. الارمد قال ما بعرف، يعني هذا سلاح جدا قوي بالنسبة لهيك حيوانات. كمان نفس المشكلة. هلا هم اثنيناتهم مش دايموند بس لازم يعني، يعني ذاك الليفل كان 7 اعطانا جولد 37 فاصل مدري كم. هذا ليفل 9 وليفل 8 ما عطونا دايموند. الله ايش هالقصة، ايش اللعب يصير؟ ما بعرف ترول للأسف الشديد. هاي هربت. شو بدك يا اهربي؟ حاسس حالي ما راح اصطاد بالليل لانه ما بعرف. مظبوط لقينا صيد حلو بس حاسس في شيء غريب في صيد الليل شباب. حاسس صيد الليل في شيء غريب والله.
يا هو صد الليل للبوما 39، هذا ممكن يكون دايموند. هلا 37 ل 39 ممكن يكون دايموند. ثلاثمية وثمانطعش متر. بس لحظة، معي كيمي أنا مو. لحظة شباب، ما راح أعيد نفس الغلط. أنا هذا سلاح شايفين من الأربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كتير قوي بالنسبة له بظن. ما راح يهرب مو. هذا آه شو بدي فيك أنت؟ هذا كتير قوي. هذا مخليه معنا السلاح. السلاح اللي بدي اياه هو هاد بصراحة، هذا لازم ما استغني عنه. اها اوكي، عندي بعض 35 ضرب عليه هيك. طيب ليش انا اخترت هذا السلاح؟ كلاس 4 5 6 7 8 يعني هذا بحسه اقوى، ما بعرف نجرب هذا ممكن يمشي الحال افضل. بس خلينا نشيل هاي، ما عندي مساحه. لو لحظة، ما بدي انا كل هيك، ما بدي هالشيء كله. لازم انا اشيل هاي الخيمة، راح تخرب علي الصيد بعدين. طيب لحظة، ها وها بوينو. الليفل 9 ما اعطانا، انا ام شرفه. هذا الليفل لازم يعطيني، هذا لازم اضل عيني عليه. نرقد شوي اظن عادي، ما بيأثر ما دام انه هو كوم، اظن يأثر كثير. ليش نرفس؟ ليش ليش؟ الليفل 8 كوم، هذا اللي بدي اياه. ميتين واربعين متر لازم اقدم لسه. افكر اجيبه من هون. بس لحظة، في نطلع يمكن هيك شي. خلينا هيك اروح على الصفحة وافضل عشان اضمن الضرب. بس انا بدي تضرب بالارض. طفي الضوء. فيني فيني. الضوء مرات عم يخرب عليها. بدل ما يكون كمان الثاني صار نيرفس مثله. لا 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 كالم. بزاوية ممتازة هسه حاليا هذا صار. انا اشوف كم متر. 190 متر شباب. فيني اضرب. بسم الله. مات طبعا، بما انه هذا مات خلينا نجيب الثاني كمان. لف مات. اثنيناتهم مع بعض. ليفل 9 ما اخذنا دايموند، ليفل 8 ما اخذنا دايموند، بس هذا اكيد راح ناخذ فيه دايموند مو هيك؟ اكسستير ما بهمنا. في كمان هناك كمان بوما، بس ما بدي اصطاد كثير عشان ما اخرب الزون. انا زون الليلي، وانا ما بعرف الليلي، زون الليلي بحسه ما بهم كثير. ليفل 4 ما في شيء يستاهل. هذول مو بس من هذا المكان شباب اللي بدي اصطاد البوما بالليل هون.
الوقت الساعه 11. المهم انا قنرب بظن هذا هو اللي بالعالي. طيب انا اخذ هذا بالاول. خمسة وثلاثين. حتى هذا ما اعطانا يعني شيء من مهم. ماشي يعني هذا كان اعطينا اعلى سكور 39، يعني مو شرط انه يعطينا دايموند، لكن مرات صارت معاي انه كان اعطيني واحد من الحيوانات اقل بسكور واحد بس اعطاني مع هيك دايموند، فما بعرف شو سيستم باللعبة هذا. طيب هذا الظاهر السلاح جدا مناسب لهم، هذا هو شو اسمه، وين اسمه، اف ال سبورتر 303 برنشت مدري ايش. اها هيك اذا ما طلع دائما شباب شو يساوي، والله شو يساوي. ليفل 9 يعني هذاك ليفل 9 كان على الحالتين يعني مش دائما كان ترول مثل ما بيقولوا. اخ يلا حتى هذا ما دارك ريد، دارك ريد يعني نادر ما بعرف ما اظن، كمان هذا مش دايموند. شكو ساوي شكو شكو يا كستم عم يشربوا هذولاك هناك. 34 لا 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 بلاتهم كتير مكسرات صراحة. خلينا ناخذ هذا هون الزوم. دك لحظة شو هاد ورد عم بيلمع، هذا على الضوء عم بيلمع، شفت حلو مثل النار. الله حلو له يا لا، هذا النايت فيجن على الفاضي بيقتل الضوء هذا اللي شوف. حلو 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 ست مثل النار والله. مود الليلة صار لي شغل عم بدور لحتى الاقي واحد اصطاده اشي. 281 هذا 175 كيلوغرام. هذا اكبر مش شايف اشي. اصابة قاتلة هي مليون بالمية بس بصراحة خلنا ابن الخيمي هون بالاول. فيني ما اظن بظن غلط اني بنيته هون ما بعرف لانه مكان هلا لا بعدين بالنهار بسويها بعدين. ناخذها معنا بعدين من انا مو مشان هاي البحيرة بس كمان لازم ابني خيمة تاني انه خاف هاي التغت اي شيء. مرات
بيلتغوا. هو المول دير انا170 متر تقريبا هذا. نحن ميتين كاو. اذا طفيها فيني اشوفه. وأعرف اذا راح يجي هاي المشكلة. هو ذكر عشان هيك بدي اروحه. اذا فيني اصطاده كتير منيح، بس ما بعرف من اي جهة راح يطلع. غزال هون، انا قريب الغزال صايده، انا مش بعيد كتير، جيبه باي لحظة بدي اياها. حاليا المهم هو الكومة. انا طبعا البومة يعني لحد الان ما بعرف كيف. بظن لازم انزل لتحت عشان اذا اجي من هون يشوفه من هون من هاي الجهة، لانه اذا بيضل اطلع فوق ما راح اشوف شيء. لا حاسه راح يطلع كمان. هلا بيعطيني بعد شوية فلاي. ما عرفت مكانه ولا في ناس حفلة عنده، بس اذا لو مش عارف مكانه ما فيني اسوي شيء، انه ما فيني اضل استنى، لانه ما بعرف انه مثل الثعلب يعني صعب يجيك. بعطيه كمان صوت ثاني عشان ما يهرب، لانه الريح باتجاهه كمان مثل ما انتم شايفين. وانا حاط السبراي بس ما بعرف اذا راح يساعد كثير. رجع المنظر على القمر بيعمي هذا. اوه صعب. غزالنا صار قريب هون الملدير ليفل 3، بس بدي هاد وبس ما يروح من هاي الجهة. متأكد انا اذا بدي اوقف على الكراوش وامشي بشوي شوي اكيد راح يهرب. شايف وورنينج يعني خلص، ما عارفين الريح باتجاههم. لحد الان ما اعطاني فلاينج هذا البوما، بتمنى انه هو ورا. ابغى شيء اوصل له. انا ميل دير على اليمين، هذا نفس الذكر اللي كان من شوي مع هذاك اللي قتلته. كم مدى ارتفاع الرجونة عم بسحب عليه؟ جاء على بالي ارقد عليه رقد بدل ما يكون بعد كل العذاب على الفاضي. أنا بعرف.
وين هرب من هون؟ راح يطلع من هون. وين راح؟ خلينا نجيب الاول هذا. شايفين كيف؟ يعني ما راح يجي. ليفل 7 حلو كمان. مش حيال الله سكوب. لازم صايب وانا فايتر. حلو. ندمره مو بس صايبه. منيح بس هيك شوي يعني اللون اسود هيك شوي لعميت لان من اللون الاصفر. 37.77 يعني كتير كتير قريب. الثماني ما راح يعطي دايموند كمان لاني مصاد دايموند من قبل وما اعطاني دايموند. المسافة 79 متر. ايش خسر لي تراكينج ديستنس 270 متر تقريبا. حلو بس كاش حلو كمان بيعطيك. ابناء الله لا يوفقه. نرجع للمولدير بتاعنا. صراحة بدنا ما نضيعه. صار معنا ورانا بمسافة. حلو الصيد بالليل بس ما بعرف انا حاسس الحيوانات بالليل بتكون حواسها افضل من بالنهار. لانه هذول المول دير على مسافة 170 متر خي ينسى. عرفوا بمكاني فورا عطوا ورنينج كول. فاجاتنا بالعادي 120 100 متر حتى مرات تقرب عليهم. ما بعرف. بس على كل حال احنا قربنا نوصل لهاي البحيرة. معي انا كمان خيمة تاني بحطها معي هسه بعد شوي. انا اشوف شوف الفايتل شايفه دمره. قول الدم من وين نزل هذا؟ من وين طلع؟ من وين راح هذا؟ ميت مش متحرك. معقوله جولد 222 بلوند. البلوند ما اظنه نادر مو صايبه بالرئة وبالكبد وبالمعدة الأمعاء. يخرب بيتهم. قد صعب انك تصاد بالليل خاصة يعني تخيل حيوان يهرب منك ممكن تلمحه شوي. لحظة هذا بيت. هاي خيمتي له كيف شو هذا؟ المهم ايه يعني تخيل بالنهار يعني اذا بيهرب مثلا فيك تلمحه انه هرب مثلا من الشجر او هيك شيء. بس بالليل ما في يعني اطفيت وخليت الضوء شغال صعب شوي. لكن جبناهم هذا اهم شيء.